هل نحن وسط حرب باردة جديدة؟ ولكن هذه المرة هي حرب تطال التكنولوجيا، وتحديداً تطبيق تيك توك الصيني الذي يستخدمه مليار شخص شهرياً حول العالم. فهل ستبيع بكين المنصة الشهيرة؟ وكيف وصلت الأمور إلى هنا؟ منذ أن انطلق تيك توك قبل 5 سنوات، جمع حوالي 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها، وازدادت مع هذه الشعبية مخاوف أمريكا من تسريب معلومات المستخدمين الأمريكيين إلى الحكومة الصينية، وأشارت إلى أن القضية تشكل خطراً على الأمن القومي لبلادها. فمن المعروف أن تيك توك يخضع لقوانين بكين التي تجبر الشركات على تسليم بيانات عملائها إلى الحكومة الصينية. ولمعالجة هذه المخاوف، خضع الرئيس التنفيذي لتيك توك شوزي تشيو لجلسة استجواب طويلة أمام مجلس النواب الأمريكي مؤخراً، أكد من خلالها أن تيك توك لم يسرب أبداً بيانات مستخدميه، وحاول إقناع المشرعين بأن تطبيقه يقوم بحماية المستخدمين الشباب أكثر من منصات التواصل الاجتماعي المنافسة. تشيو شدد أيضاً على إجراءات السلامة الجديدة التي يتخذها تيك توك لتكثيف إزالة المحتوى العنيف من المنصة، بالإضافة إلى منع المستخدمين تحت سن 16 عاماً من إرسال رسائل مباشرة. وربما الإجراء الأبرز الذي حاول طمأنة اللجنة من خلاله هو إعادة هيكلة الشركة من خلال ما يعرف باسم مشروع تكساس، يشمل المشروع تخزين شركة أوراكل الأمريكية لكمية هائلة من البيانات الشخصية التي تجمعها تيك توك من المستخدمين الأمريكيين ليتم وضعها في خوادم شركة أوراكل نفسها. ولكن مع كل هذه الشهود، يبدو أن الولايات المتحدة ستظل قلقة طالما تحتفظ بكين بسيطرتها على تيك توك، وربما يتضح هذا الخوف من خلال طلب إدارة الرئيس جو بايدن بأن يباع التطبيق لشركة أمريكية أو يواجه حظراً شاملاً في الولايات المتحدة. لكن الصين عارضت بشدة أي عملية بيع قسري لواشنطن، وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة شو جوي تينغ إن ذلك سيقوض ثقة المستثمرين العالميين في المنصة. رغم تأكيد تشيو تأمين بيانات المستخدم الأمريكي من وصولها لأي جهة أجنبية، كانت هناك عدة تقارير في السنوات الأخيرة حول محاولة بكين التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ يستمر انتشار الحملات المنسقة عبر تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يزيد من قلق السلطات في واشنطن. برأيك، هل ستلتزم الصين بموقفها أم ستجبر على البيع القسري؟